أعزائي المشاهدين، في الختام من مجمع كفر نحوم، هذا المجمع القديم اللي وقف المسيح في نفس المكان وعلم عن خبز الحياة، واللي كان يتجول في شوارع هذه البلدة يعلم تعليم جميل، تعليم مغير مؤثر وتعليم محرر في نفس الوقت. أنا بدعوكم أنه فعلا ندرس العظة على الجبل، نقرأ من كلمة الله، ورح تشوفوا هذا الكلام فعلا اللي بيحتاج نعمة إلهية وسلطان إلهي وعمل الروح القدس في كياننا حتى تتجدد أذهاننا، تستنير عقولنا، والرب يفتح عيوننا وقلوبنا حتى نستوعب كلام المسيح. بسيط لكنه عميق، بسيط لكنه مغير، وهذا الكلام هو الذي يؤدي إلى الخلاص وإلى الحياة الأبدية. أنا بصلي إنه الرب يبارككم ونستمر في هذه الدراسة. We'll be right back.